مشروعي أنا الهيلوغرافيك كمبيوتر سكرينز. أول ما جيت على سارف ساينس كان في عندي عدة توقعات ومنهم وطلعوا غلط. واحدة فيهم كانت إنه بيكون حرب نفسية بين الشباب وفي عداء بينهم ومين يربح ثاني. بس لما جيت لمني لقيت إخوان وأصدقاء. أنا كنت حغني له أغنية عبد الحليم. يا ولدي قد مات شهيدا. في مرحلة إثبات الفكرة كنت أحاول إني أثبت الفكرة وإني أطلع سيستم جديد أو سوفتوير جديد حتى يقدر يشتغل على الهيلوغرافيك، وما كان في طريقة. كان واجهت صعوبات جدا لدرجة إني جت فترة حسيت حالي إن البواب سكرت بوجهي. I'm facing a problem how to display this side and each side to display in different monitor or different angle. بس مع العزيمة والإرادة الحمد لله قدرت إني أقدر أحلها ولقيت مخرج وعرفت شلون أشغل السوفتوير يدويا. أي واحدة تبي، السبيس مان ولا الروكت؟ فاروق الباز. أول شيء يعني بدنا نصنع على 3D display with full four side holographic projector، يعني ما في ظهر تبعه مسكر كله. في الهندسة أنا واجهت مشاكل عدة، منها الهاردوير والسوفتوير الاثنين صاروا مشكلتي. أول شيء البروجيكتورز صغار، you cannot work in three in the same time from the same computer. كل مرة بتشغل ولازم تسوي انستول أربعة درايفر حتى يشتغلوا، وهذا إذا اشتغلوا مع بعض. أنا عندي يا هي يا أنا، ودائما أنا اللي أفوز وبفوز المرة. حطيت راسي براسها وحليتها. اليوم أنا شايف أول خطوة من أحلامي قاعد تحقق، بس ما له حلمي الكامل، لأن حلمي هو إنه إحنا في الوطن العربي ننتج تكنولوجي مو موجودة خارج ونصدرها لبرا بدل ما نستوردها. آخر الخارجين من منافسات مرحلة الهندسة برصيد 58.7 هو وجود أهلي رفع معنوياتي وخلاني أحكي بثقة أكثر. واحد من هالاثنين حصل على المركز الأول هو خالد عيد من الكويت. بعد ما طلعت النتائج حسيت إني قدرت إني أرفع راسهم، وهذا كان هدفي أو قبل كل شيء. مرحلة الديزاين كان عندي مشكلة واحدة، هي الهاردوير. فكرت بشغلة الكولابسينج، وهذه الفكرة اللي عذبتني لأن كيف تنفيذها كان صعب جدا. I wanted to close it and open it. The glass is gonna be movable. So there's there's tracks that I can pop it and it's gonna close, the glass gonna go down. والحمد لله بمساعدة خبراء تالا وياست ومكرم خاصة قدرنا ننفذها. وقدرت اني اخذ مركز اول بعد مره واحافظ على المركز. في المركز الاول خالد عيد من الكويت. مرحله البزنس انا شكلي خذيت على نفسي يعني لعبه وكبرت البزنس براسي عشان انتج 3500 سيستم انا هذا اللي محتاجه. كم تكلفه الجهاز الحين؟ التكلفه 1126 دولار، انا ببيعه ب 2500، هذا سعر اقل من سعر السوق بالسعر اللي اعطيتك اياه بحوالي 60%. اول سنه مقدر اني ابيع 4800 جهاز، واعتقد هذا اللي ضرني في مرحله البزنس، اني كنت لازم اخلي الشغله سمبل مع مفهوم واضح ويعني يكون كامل للجوري. في عندك قفزات قويه انا اشك فيها، خطتك للتسويق العالمي ضعيفه. الواحد لما يتفلسف ينطق على راسه. تجربتي في نجوم العلوم كانت من اجمل التجارب اللي في حياتي، لاني حسيت في اهتمام بعقلي بافكاري. عاده لما تقول افكار جديده او تشوف الناس يشوفوها خياليه ويقولوا لك يا اخي روح يا اخي خلي غيرك كان اشطر مني، لا كان يناقشوك ويقول لك اذا تقدر تنفذها نفذها، وهذا تحدي.